عندي 6 من العيلة، 3 صالحين و3 تعبانين، والثلاثة ذولاك جهال، يعني يريد اللي يعينهم، وما بي حدا غير الله، واني امشي قدامهم واشتغل واسوي التنور، اسوي مكانيس، اسويها تمشيهم. الولد الأول سوى حادث وفقد النظر، صار معاه كسور، 6 كسور، صار معاه كسور حيل يعني صعبات، وما مشى حاله واختفى نظره، ما عاد يوجه الطريق. والثاني جاء معاق خالص، معاه بل ضمار الدماغ، يعني ما يوجه طريقه ولا من خالص، نقوموا ونقعدوا. والثالث سوى حادث سير، تقطع الرجلين اثنينها، وفقد زاد البصر، وقاعد لا حول ولا قوة. شفت عالم تصنع بين ودحقت عليهم وقمت اصنع مثله، هاي اللي اقدر عليه، تان نعيش نجيب قمت الخبز. والله تعب يا ابو، شلون ما تعب، والله تعبان يدي ضحجلهن، شلون يدي وكل النهار تعرف اللي يشتغل شنو، ما بلاني وحيده مشي بامور هالويلات، هاي ما عندي حدا، ما عندي غير رحمه ربي.